مستعداً للتغيير. برنامج إشراقة نفسية، برنامج توعوي نفسي اجتماعي يسلط الضوء على أهم المشاكل النفسية والاجتماعية التي يمر بها كافة الشرائح والأعمار. إشراقة نفسية يأتيكم كل يوم أحد الساعة 2 مساء على إذاعة القوات المسلحة العراقية. طريق النجاح مزدحم، لكن طريق التميز خالي، فكن أنت أول. أستاذ عادل خبير بلغة الجسد، مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا، نورتنا. أنت نور إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، وإحنا نشكر حضورك ويانا. شكرا على هذه الفرصة. الله يسلمك. لغة الجسد إحنا دائما نسمع بيها ودائما إحنا نحب نستخدمها، هذه الإيماءات اللي تظهر علينا والسلوكيات اللي تظهر أثناء التحدث، أثناء التحدث مع الآخرين أو في اجتماع معين، هذه كليتها تدل على أشياء ورموز لسلوكيات معينة أو رغبات داخلية. إحنا اليوم نريد نعرف من حضرتك أستاذ إنه هذه لغة الجسد هي فعلا حقيقية، وهل هي موجودة؟ شنو هي بالضبط؟ أريد بصورة أدق نعرف من حضرتك شنو هي لغة الجسد. شكرا على هذه الفرصة. حقيقة لغة الجسد هي اللغة الثانية عالميا بعد اللغة اللفظية، بمعنى ثاني أنه البشر يتكلمون لغتين، اللغة الأولى هي اللفظية التخاطب، واللغة الثانية هي لغة الجسد. لغة الجسد عبارة عن علم كامل متكامل بأركانه ومميزاته، وهناك نظريات على هذا العلم وعلماء كتبوا في هذا المجال، وهناك دراسات مستفيضة بهذا الاتجاه، فهي حقيقة لغة حقيقية موجودة، ولكن المتلقي يحتاج أو المختص بها يحتاج إلى أن يتبحر في هذا الاتجاه بشكل يكون عالم به ومستفيض بأمور دقيقة جدا بهذا الاتجاه، لأنه هذه اللغة حقيقة هي صعبة المراس وتحتاج إلى الدراسة الطويلة، ومهما كان الإنسان يحاول أنه يوصل بها إلى مستوى معين يلقى نفسه أنه بعد يحتاج إلى أن يتعلم هذه اللغة. يعني أي شخص يقدر يتعلم اللغة لو مثلا في الدراسة معينة؟ حقيقة هي مو قصة أي شخص أو دراسة معينة، وإنما هي لغة الجسد هي مفتوحة ومتاحة لكل شخص، لكن التخصص بهذا المجال يحتاج إلى دراسات، يحتاج إلى تجارب، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى ذكاء، هذه كلها عوامل تؤدي بالإنسان إلى أنه يحسن تفسير تفسير لغة الجسد. أما استخدام لغة الجسد أو التعامل بها، فإحنا كلنا نتعامل بلغة الجسد طبعا. يعني حضرتك لما توافقيني بالكلام، اللفظ ما حضرتك قلتي طبعا مع هزة بالرأس للموافقة، إذن أنا لما أنظر إلى جنابك أشوف أنه كلامك يتوافق ويا حركة رأسك، إذن تمام الأمور، أنا أعتقد أنه كان موافقة على كلامي. لكن في حال مثلا ما قلتي أكيد ومع هزة بسيطة على الجانبين هي اللي رفض، فإذا هناك صار اختلاف بالجواب بين الأكيد طبعا وبين حركة الرأس اللي هي يمينا ويسارا بمعنى الرفض. فهنا أنا راح أتلقى الإشارة اللي صدرت من الرأس قبل ما أتلقى الإشارة اللي صدرت من اللفظ، وأبدي أبني على الإشارة اللي صدرت من الرأس خلاف ما أبني عليه من الإشارة اللي صدرت باللفظ. فلذلك هنا إحنا حقيقة كثير من الناس يستخدمون هذه الأمور، ولكن كمختصين نحتاج إلى دراسات أكثر وأعمق بهذا الاتجاه.
أنا اليوم كلش حذرة بتصرفاتي وتحركاتي وياك. أكيد بس إحنا بالتأكيد، لكن حضرتك يعني تناولتي بهذه الحلقة اليوم موضوع كلش مهم، فلذلك لازم محتاجين نعرفها أكثر، لأن تعرف مرات سلوكياتنا قد تكون عكس ما هي تظهر. فيعني أنا اليوم ويا شخص مثلا، هذا الشخص عنده فد موعد معين يريد يطلع، فما يقدر يقول لي اياها لفظيا، اكيد راح استجاب او اخذ فد استجابه معينه جسديا. اكيد فهذه الاشياء ضروري انه الاشخاص كتعامل اجتماعي يعرفوها، تعرف مجال العمل، مجال التواصل الاجتماعي ويا الاخرين، هذا كليته انه نحتاج انه يصير اكو فد ذكاء اجتماعي انه يساعد على سهوله استخدام هاي لغه الجسد على مود انه العلاقات الاجتماعية تصبح أنجح. أكيد هي لغة الجسد عنصر مهم وفعال بنجاح العلاقات الاجتماعية. بمعنى آخر أنه الإنسان إذا أراد يعني يكتسب شيء جديد دائما يحاول أنه يسعى إلى هذا الشيء. لذلك اللي يحاول أنه يدخل في هذا المجال لغة الجسد أو يحاول أنه يتخصص بها راح يحاول أنه يكون حذر، لأنه التفسير أحيانا يؤخذ على غير محمله. بمعنى آخر أنه مثلا أنا أريد اليوم أطلع في موعد معين، كثير من الأشخاص أنه الموعد راح يضرب رقم واحد بما الجنس الثاني، ها عندك موعد ويا وحدة، هو بالحقيقة مو هذا، أنا شلون أبرر؟ فلما أسمع هذه الكلمة أضحك على اعتبار أنه أنا ضحكت من الموضوع نفسه، أنه أنا ما عندي موعد ويا الجنس الثاني، عندي موعد ويا صديق معين. فلما أضحك راح الآخر يقول إذن أنا كلامي صحيح. هذا التفسير المغلوط للغة الجسد أو للتصرف اللي أنا أبديته هو حقيقة اللي نتكلم عنه، أنه يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى فك الثغرات مالته وفك الشفرات مالته. ذاك لما أنا أعلن أنه أنا راح أطلع اليوم عندي موعد مع فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، خلاص أنا لما أجي أبدل وأنقو لما أرد أطلع يعرف أو يعلم أنه أنا طالع في هذا الاتجاه. فالأثر الاجتماعي جدا مهم بهذا الاتجاه دكتورة. مدى بالضبط مدى صدق هل هذه اللغة الجسد هي دائما تكون صادقة في تفسير سلوكياتنا؟ حقيقة إحنا مدى صدقها يعتمد على الحالة الفسيولوجية للجسم، حاجة الحالة الفسلجية. يعني جنابش ما نقدرين تقولين قلبك يابا اليوم لا تدق، أو للرئتين يابا اليوم لا تشتغلين، أو للمعدة أخذ إجازة اليوم. ليش؟ لأنه التفاعلات الجسدية الفسلجية اللي تصير داخل الجسم هي اللي تدفع بالتغيرات اللي تطرأ على الوجه وعلى الحركات الإيد. مثلا إذا كان هناك موضوع معين أنه أنا جوعان ما أقدر أجي للقاء لأنه أنا بالي رح يبقين متجوع، أنا مثلا مرتبك أو خايف من شيء معين ما أقدر أجي أقابل شخص معين ويكون على درجة عالية من الأهمية لأنه أنا أصلا خايف يعني غير مستعد. فلذلك كل حالة فسيولوجية هي رح تنتج انفعالاتها وتفاعلاتها رح يبدي عليها، ما رح يبدي على جسم الإنسان، راح تبدي على الوجه، راح تبدي على الإيدين، راح تبدي على القدمين أيضا، ويكون توتر وقلق وخوف من هذه التفاصيل. مثلا الإنسان إذا شاف أسد مباشرة حالة الخوف فسيولوجيا المعدة تنكمش، العضلات يبدي القلب يضخ كمية عالية من الدم، يصعد الأدرينالين بالجسم وتتقلص المعدة وتتقلص المثانة وتبدأ عضلات الرجلين تشنج في سبيل أنه تحاول يبدأ الدماغ يفكر على منطقة الهروب. كل هذا يصير بأجزاء من الثانية مجرد شفنا لقطة أسد. بالنتيجة إحنا غير متحكمين بموضوع القلب حتى نقول له بالله عليك فك لا تضخنا دم هواية، أو نقول له بالله ضخنا دم هواية وإحنا رايحين نتونس بالزوراء، ماكو حاجة. فلذلك كل ما يصير تغير فسيولوجي داخل الجسم ينعكس مباشرة على جسم الإنسان أو ظاهريا على الوجه. مثلا عندنا حالة الغضب كمية الأدرينالين تصعد في دم الإنسان يتؤدي إلى أنه يظهر مثلا على حالات الغضب مثل رفع الإيد أو الحركة أو الهجوم أو مثلا احمرار الأنف أو احمرار الأذنين أو احمرار الوجنتين، كل هذا خاصة احمرار العين، كل هذا حتى أحيانا يصير حركة يقول لك جلدي قام يكزبر أو شعري وقف شعر جسم. فهذا كليته حركات أو أشياء فسلجية داخل الجسم تنتج عنها هذه الإيماءات والحركات اللي تصير خارج الجسم.
عشت إيدك أستاذ. أكو دراسات تقول إنه نسبة 55% من لغتنا وتواصلنا ويا الآخرين هي تعتمد على لغة الجسد. تمام. خلي ناخذ فاصل ونعرف الجواب من أستاذ عادل خبير في لغة الجسد إن شاء الله بعد الفاصل. رجعنا وياكم مستمعينا. خلينا نعرف جواب السؤال اللي قبل الفاصل، اللي هو انه الدراسات قالت انه 55% من التواصل بين الناس هو حيكون يعتمد على لغة الجسد. ناخذ الجواب من حضرتك استاذ عادل. هو هذه الدراسة حقيقية وهذا الكلام صحيح حقيقة، لانه 55% هي تعبيرات غير لفظية و45% هي تعبيرات لفظية. لكن ال 45 استاذ يعني اعلى من لغه بالضبط الصوت. لغه الصوت، لكن هي لو نجي على لغه الصوت نفسها راح نلقى منها 7% هي ايضا تكون فقط للصوت، اما ال 38 المتبقيه فهي ما تدخل في لغه الصوت، هي تدخل في الايماءات والحركات الفسجيه اللي تصير بيها، وتدخل بالتفاعلات الكيميائيه اللي تظهر على جسم الانسان. بمعنى اخر احنا حتى نشوف هذا الشخص صادق او كاذب، في داخل كل واحد من عندنا أكو خلينا نسميه جهاز حساس أو سنسر، هذا يعتمد على مطابقة 7% مع 93% من هذه الدراسة. إذا كانت 7% بالصوت مطابقة على 93% من لغة الجسد تشعرين أنه الإنسان مقابل وصادق. إذا كانت هاي 7% غير مطابقة الصوت غير مطابقة مع لغة الجسد اللي هي 93% بتحسين أن هذا الشخص كاذب. يعني احنا أخذنا نسبة كلش كبيرة لغة الجسد 93%، يعني أكثر من 90% هي لغة الجسد، لأنه مو فقط الجسد يتكلم، وإنما ما ينتج عنه أيضا من تفاعلات كيميائية، ما ينتج عنه من روائح، ما ينتج عنه من تعبيرات خارجية. يعني بمعنى آخر إحنا حتى عندنا في دراسات أنه حتى تعيير الملابس أو تحريك الملابس بقصد أو بغير قصد، بمعنى أنه اللي أريد أطلبه من حضرتك أنه أخذ وقت مستقطع، أخذ 3 ثواني، هاي 3 ثواني مجرد أنه أخلي إيدي على أي جزء من ملابسي وأحاول أنه أحركها، عين حضرتك ما راح تروح على الإيد بالضبط. إذن أنت عينك راحت على الشيء اللي أني ما مهتم به، فهاي 3 ثواني أو 4 ثواني عدلت من استراتيجياتي في الكذب، من ثم تراجع التواصل بيني وبين حضرتك، فكانت النتيجة أنه أني اللي خفيت عليك يعني مثل ألعاب الخفة بالضبط. فهذه 3 ثواني أو 4 ثواني اللي أنا عيرت بها ملابسي أو عدلت بها ملابسي هي بالنتيجة أخذت من وقت جنابك، وبالنتيجة صار شنو عندي؟ وقت إضافي قدرت أعدل من استراتيجياتي في الكذب، واستمرت في الكذب اللي أنا دا أمشي بيه بهذا الاتجاه. فلذلك لغة الجسد أو يعني فتشين تكون دقيقة بشكل، لأنه هي تعتمد على أجزاء من الثانية، أحياناً على نص ثانية، على ثانية، على ثانيتين. بمجرد حركة بسيطة بالوجه، بمجرد حركة بسيطة بالإيد، ممكن الآخر أنه يحزر أنه ما كان هذا الشيء. فلذلك إحدى الدراسات سووا مجموعة من التجارب على أشخاص، وكان من ضمن هؤلاء الأشخاص شخص يعني إرهابي، فلما يريدوا يعترف على شيء معين ما قبل يعترف. جاب أحد الخبراء وقعدوا وقالوا له، بيبدأ هذا الخبير لغة الجسد يتكلم معاه بأمور عادية، بعدين جاب موضوع المشكلة اللي هم عليها، فبدأ يعدد مجموعة مناطق تحرك جزء من الثانية في وجه هذا الإرهابي، حركة بسيطة سواها في وجهه، عرف خبير لغة الجسد أنه هذا المكان مقصود، لأنه كان حقد على المكان. فالأدرينالين اللي اشتغل عنده في داخله صعد في أجزاء من الثانية، جاب الذاكرة بعيدة المدى وخلها أمامه. لما تخيل المكان ظهر من لا شعوره شنو؟
الحقد على هذا المكان. طبعا. هذه اللحظات أو هذه الأجزام الثانية اللي قفها منه خبير لغة حبيب. الجسد فقال لهم المكان المعني هو فلان مكان. هذا الترتيب اللي نذكره الآن هو يأتي من موضوع دراسات مستفيضة وتجارب وللحقيقة مو يوم وليلة ولا أكيد. شهر شهرين ولا سنة وسنتين وإنما هي لمدة سنين حتى الإنسان يكون متمكن في هذا الاتجاه. حضرتك صار لك كم سنة بهذا المجال؟ أنا صار لي تقريبا 13 سنة يعني من 2010 لحد الآن. شنو اللي استهواك وخلاك تدخله؟ هو حقيقة أنا مختص في يعني موضوع التحقيق وتدريب المحققين، فبالدراسة الماجستير سويت مقياس يعني الحركات اللي يقوم بها المجرم، وهذا المقياس كان في رسالة الماجستير ودخل مواضيع علمية وتدريب عليه المحققين. بعد ذلك صار مقياس عراقي، أول مقياس عراقي سجل باسمي على مستوى العراق والوطن العربي والعالم. فمن هذا الأمر بديت يعني أطور نفسي بهذا الاتجاه من خلال الدراسات والبحوث، وبعد ذلك الحمد لله والشكر تطورت إلى أنه حتى موضوع الدكتوراه كانت بهذا الاتجاه. ما شاء الله عاشت إيدك. طبعا هو موضوع جدا مهم خاصة في مجال عملك، أشخاص هواية ضروري أنه خلي مو يتعمقون بها بس خلي يعرفون هي شو. ثقافة عامة. بالضبط أنه إحنا محتاجين هذه التواصل، إحنا مشكلتنا بالتواصل إحنا نتكلم نجي نتحاور بس ما نجي ندقق على التفاصيل اللي أدق اللي هي اللي توصل الرسالة. صحيح. يمكن أسرع يمكن أوضح. هذه الإيماءات أنا دائما أقولهم من عندي نقاش ما أحب أتناقش بالرسائل لأن الرسائل عبارة عن مشاكل تقوم بالمشكلة يكون وجه لوجه أفضل، لأنهم أحيانا أنا حتى أعرف مدى التعبير أو مدى الانفعال اللي عند حضرتك حتى أحس أو أشعر أو أستلهم الإجابة المناسبة لازم أشوف وجه حضرتك. مرات ما أقصد شيء أنا بس ينفهم غير شيء لأن بالضبط هذا يتلافاها نتلافها بلغة الجسد. نتلافها بلغة الجسد. ثم أكو فشيء آخر جنابك لو نوه عليه أنه التعامل بالمواقع التواصل الاجتماعي الحالية هي أيضا تأتي بهذا الاتجاه. يعني أكو مثلا التعامل الصامت هو يتكلم هلو شلونك الحمد لله يعني جاء أجوبة متقطعة، لكن لما يكون مرتاح ويكون هلا وعيوني شلونك حبيبي أخبارك أنا مشتاق لك، هذه التعبيرات هي صح كتابية لكنها غير الملفوظة. أيضا هي أيضا لغة الجسد يعني تبين للآخر كيف هو حالته، هو ميلان أكون نحو الشخص الآخر أو لا، أكو تفاعل لو ما أكو تفاعل بالضبط. فهذا أيضا ينفعنا بهذا الاتجاه. هل لغة الجسد تختلف من شخص إلى آخر وشنو اللي سبب هذا الاختلاف؟ أنه هو عنده فد صفات شخصية خاصة بي أو فروق فردية يختلف بها عن الآخر أو البيئة تأثر على هذه اللغة لغة الجسد. خلي نروح فاصل ونرجع إن شاء الله. مستمعينا وخلي نعرف إجابة السؤال إنه كل شخص إلى لغة جسد خاصة به وشنو اللي تأثر على هذه اللغة. يعني أنا اليوم عندي فد لغة جسد تختلف عن الآخرين، هذه اللغة تتأثر بالفروق الفردية أو تتأثر بخبرة بيئة هي تربيتي، هذه كلية الأمور خلي نعرفها من خبير لغة الجسد أستاذ عادل. حقيقة الفروق الفردية ما حد يقدر ينكرها بهذا الاتجاه، هذا أمر بديهي جدا لأنه تلعب دور مهم، خاصة أنه كل واحد من عندنا السبب الثاني بي جاء من بيئة مختلفة. أكيد. المسألة الأخرى والثالثة نقدر نقول عامل العمر، بمعنى أنه العمر يحتم أيضا علينا كل واحد من عندنا يكون بلغة الجسد مالته يختلف عن الآخر، كذلك عامل الخبرة بالتعامل
يعني العمر بالعقد الثلاثينات هو يختلف عن عقد الأربعينات، يختلف عن عقد الخمسينات، لكن هل عقد السبعينات يختلف عن باقي العقود؟ الجواب نعم، عامل الخبرة هنا راح يتدخل. فلذلك تشوفين الشباب بعمر 20 مندفعين بشكل مو طبيعي، انفعالاتهم عالية جدا، لغة جسدهم تتكلم أكثر ما يمكن، لكن لما بالخمسين لا، لغة الجسد مالته كلش هادئة، لغة الجسد مالته حكيمة إذا صح عليه هذا المصطلح، نطلق عليه هذا المصطلح، لغة الجسد مالته متحكم بها، سيطرة يعني السيطرة. فهذا عامل عمر. عامل البيئة أيضا اللي يكون مؤثر بهذا الاتجاه، إضافة إلى ذلك العامل الفسلجي، بمعنى آخر أنه مثلا الأشخاص اللي يكون أصحاء جسميا لهم لغة جسد خاصة بهم تختلف عن الأشخاص اللي يكونون عندهم مشكلة في الجسم مثلا. كذلك يكون التعبير عند اللي عنده مشكلة بجسمه يختلف عن التعبير اللي يكون عنده مشكلة ما عنده مشكلة في جسمه. كل هذه الأمور حقيقة ترجع أيضا إلى الوضع الصحي للشخص نفسه، بمعنى الشخص اللي عنده ضغط وسكر، يعني إحنا ما ننصح أنه يصير عصبي ولا يخلي أمور العصبية توصل إليه أبدا، ولا يحاول قدر الإمكان يكون هادئ، لأنه أي تعبير لغة جسد يحاول يبرزه أو يحاول يكون بهذا الاتجاه به راح يأثر على صحته، راح يضرب عنده السكر، راح يضرب عنده الضغط، وبالنتيجة الخاسر الوحيد هو. فلذلك يعني يكون أفضل إذا كان في وضع هدوء ويتلقى الأمور بوضع هدوء ويحاول أنه يصلح الأمور اللي يلقاها بوضع هادئ جدا. فهذه المتغيرات وهذه العوامل كلها تدفع إلى أنه يكون هناك فروق فردية بين الأشخاص بالتعامل في إيماءات الجسد وفي التعامل مع لغة الجسد. هسألك سؤال شوية راح يسبب لنا مشاكل. ولا من الأصدق بلغة الجسد، النساء أم الرجال؟ ومن اللي يستخدمها أكثر، الرجال أم النساء؟ هو حقيقة دراسات أثبتت هذا الشيء، يعني باتجاه النساء، ودراسات أثبتت باتجاه الرجال، لكن لغة الجسد هي مسألة إنسانية حتى نكون على الحياة، لأنه إحنا ما أعرف أطلع منه ولا ما أطلع منه يعني. لغة الجسد هي مسألة إنسانية، بمعنى آخر أنه حتى باقي المخلوقات عندها هذه اللغة، ولكن ارتقى الإنسان أنه يكون بها، يكون هو الرقي في هذا الاتجاه. فلذلك النساء والرجال هم سيان في هذا الموضوع، لكن خلينا نكون أوضح بالجواب، خلينا نحيلها إلى عامل الموقف، بمعنى إذا موقف يعني بسيط ممكن يكون هناك سيطرة من الرجل، ممكن يكون هناك انفعال من المرأة، تمام؟ إذا مثلا موقف بالعكس كلش حيادية، كلش حيادية، لأنه هي حقيقة. لا احنا نريد الحقيقة، الحقيقة لا، هو هذه احنا يعني ما نختلف على أنه هناك أكو فروق، احنا قلنا أكو فروق فردية، لكن هل تعمم هذه الفروق؟ هل تعتبر ظاهرة؟ الجواب لا. هناك من الدراسات من أثبتت نعم أكو فروق عند النساء، مثلا في دراسة أجروها في بريطانيا جابوا بعض المصطلحات النفسية واللي هي مصطلحات معينة وعطوها إلى ممثلين وممثلات، هذول الممثلين وممثلات قالوا لهم مثلونا هذه المصطلحات، مثلوا هذول الممثلين وممثلات هاي المصطلحات، بعدين عرضوها على أكثر من 1000 شخص المفحوص، قالوا لهم من الأصدق بالتعبير عن هذا المصطلح، هذا أم هذه؟ فالعينة اللي الألف أشاروا إلى أن النساء أصدق بالتعبير من الرجال. إذا النساء هنا متمكنات في التعبير، متمكنات في الانفعالات، متمكنات في ردة الفعل، متمكنات في التعبيرات الانفعالية، في استعمال لغة الجسد. لكن هل الرجال متمكنين؟ نعم، أكو دراسات أخرى أثبتت هذا الاتجاه. فلذلك ليش هذا الاختلاف صار؟ لأنه إحنا مشتركين بالإنسانية، احنا مشتركين في فسيولوجية الجسد، احنا مشتركين في يعني هو الانسان واحد، فبالنتيجة كل العوامل اللي ممكن ان تتحكم بهذا الموضوع تكون موجودة، تكون موجودة بيولوجيا وفسيولوجيا. فلذلك حضرتك ما عندك تعطين اجازة لقلبك تقولي لا والله روح فد اسبوع تعالي، او لا تشتغل فد يومين، او دماغك تقولي اخذ اجازة اليوم ما اريد منك شيء، لا ولا رجل. اذا نحيل الموضوع الى الموقف، الموقف هو اللي راح يحدد انه كان الموقف انه يأثر على هذا الشخص او ما يأثر او مدى التأثير.
من 100، خلينا نقول هالشكل حتى نضيف المعيار معين، نقول من 100 مثلا. موقف الحزن، احنا نشوف النساء تتأثر اكثر بالحزن، خاصة احنا كمجتمع عراقي عندنا في العادات وتقاليد معينة. حتى بالمجتمع العراقي نفسه، مجتمعنا العراقي نفسه، اكو اختلاف اكيد بالتعبيرات الانفعالية في موضوع الحزن. يعني مثلا في المناطق الشمالية اذا مات شخص تكون الامور مو مثل الانفعال اللي يصير بالمناطق الجنوبية. صحيح. لا، احنا بالمناطق الجنوبيه نسوي عراضه ونسوي لطميه ونسوي كذا، واذا ما نضرب بالوجه وما نضرب الكذا هذا ما يعتبر حزن، هذا يعتبر فرح كانه ذلك. لكن بالمناطق الشماليه لا، يقولون هذا ما حزنان، هذا مو حزنان بالضبط. بالمناطق الشماليه لا، عندنا نعم فقط البكاء لكن خلاص هاي نقعد. فاحنا مجتمع واحد ولكن الانفعالات شبيهة مختلفة، مختلفة حسب المناطق. يعني هسه احنا اختلفت لغة الجسد، اختلفت من ناحية البيولوجية، من ناحية كنشأة جسم بالضبط. من ناحية العمر الشخص اختلف. اللي عنده خبرة يكون بالضبط. أكثر بالضبط. وأيضا هسه اختلفت من ناحية المجتمع اللي هو عايش فيه بالضبط. والمجتمع حمينا نقسمه، نقسمه إلى مجاميع أخرى، كل يعني مجموعة لها عاداتها وتقاليدها. بمعنى آخر تقدرين حضرتك إذا تسوين دراسة مثلا على البيئة في مثلا شمال العراق والبيئة في جنوب العراق بالضبط. أي. البيئة في شمال العراق تختلف عن البيئة في جنوب العراق أكيد، الجو يختلف. أي. هذا كله ينعكس عليه من؟ على بيولوجية الجسم وعلى نفسية الإنسان بالضبط. فلما تجين هناك بالشمال تشوفينهم يعني مثلا عمره 60 70 80 لكن يصعد الجبل يمشي، احنا شباب من اللحق بي بيئتهم سهلة. لكن هنا لما تجين بالجنوب مثلا لا تحسي تعبان، يوصل 60 70 تعبان. ليش؟ لانه ما عنده هذا القوة وما متعود على يصعد جبال ولا ينزل جبال. فبالنتيجة البيئة اثرت هنا، اثرت هنا. فلذلك البيئة حتى بيئة العائلة نفسها، نتكلم على اصغر جزء بالمجتمع اللي هي العائلة، تشوفين هم الاولاد بيناتهم مختلفين بالانفعالات. نقول والله فلان عندنا شوية عصبي وفلان مع لهجة العراقية ما ينقحهم، وعندنا فلان فد هادئة وعندنا فلان فد عصا. تقسميهم ومع عينهم عائلة واحدة، عائلة واحدة من أب وأم واحد وعايشين في بيئة واحدة ويأكلون نفس الأكل ويشربون نفس الشرب وعايشين مع بعض، لكن الاختلاف والفروق الفردية في داخل العائلة نفسها موجود. أنا دائما أذكر أنه حتى لو كانوا هم توم أنا لازم ما أقارن بيناتهم، لأن أكو فروق فردية هي لها الدور الأكبر في تفسير سلوكيات، أيضا الإصابة بأمراض معينة، اضطرابات معينة، حتى استقبال الحزن. هذه الأمور كليتها لازم إن يعني نخليها نقسمها إنه أكو فرق بين شخص وشخص، حتى لو كانوا هم من نفس البيئة وكانوا هم أخوان. لأن الدور هو مو فقط للبيئة، إنما هو تفاعلي. احنا ويا النظريه التفاعليه، انه ما بين البيئه وبين الوراثه والبيولوجيه والامور النفسيه اللي تصيبه خلال مسيره الحياه هذه. ريد من حضرتك نعرف فد ايماءات انه هي تظهر على الاخرين، وريد شلون تفسر. يعني احنا هسه نريد تعلمنا فد اشياء نستخدمها بحياتنا الاجتماعيه. احنا راح نوقع بمشاكل هيك، هو احنا نريد نوقع بمشاكل اليوم. احنا واقعين واقعين. يعني مثلا اكو ايماءات عالميه متفق عليها واكو ايماءات يعني غير متفق عليها. مثلا اذا قلنا الواحد لايك، هذا اللي تشوفوه بالفيس هو هاللايك اللي لما تضمين الاصابع وترفعين الابهام. بالعراق عندنا انه تمام، بالامور طيبه. بامريكا مثلا اوكي، الموضوع اللي اتجه عليه أخذته. لكن مثلا لما تروحين لإيران إياك أن تسوي، هذا يعتبر العفو من هاي الكلمة شتيمة. أي. إذن هذه يعني إشارة بذيئة هناك. مثلا إذا عقدتي العفو، أنا راح أقاطعك، أنا مرات إذا أحد مثلا ضايجة من عنده أجاوبه بلايك. إيه يعني إحنا اللايك إحنا نتكلم عن الإيماءات العالمية. أوكي. يعني هذا متفق عليه عالميا. يعني تروحين لأمريكا ويقول لك شنو وضع السيارة، يقول أوكي خلاص ما يوقف بعد هالشكل. وهي نفسها هناك اللايك هاي تستخدم في أنه إذا تحركت باتجاه اليمين أنه أخذني معاك، يعني أريد، لكن مجانا فري هنا، مجانا ما أعطيك فلوس. لكن إذا رفعتي إيديك وقفتيها تقاطع للشارع لا، أيضا نفس الكلمة لايك أو إشارة لايك هنا راح يوقف أبو السيارة لكن ينتظر أنه شنو تنطي مبلغ مال السعود هالشكل. عندنا مثلا إشارة أخرى، إذا جمعت السبابة والإبهام
ورفعت باقي الأصابع، هذه في أمريكا تعتبر أوكي تمام؟ في فرنسا إذا سويتها شكل واحد يقراها صفر أوكي تمام؟ في اليابان هذه تنقرأ أنا عندي فلوس غني أوكي؟ في مصر تعتبر شتيمة وعدنا إحنا ما نستخدم هاي غالباً، إحنا نستخدمها في ضم الأصابع ونحركها أعلى وأسفل وهو يفتهم الباقي. إذا مثلاً رحتي للصين وعندك صديقة صينية لا تستغربين أو لا تتفاجئين إذا رفعت أصابعها الاثنين وخلتها فوق رأسها وباوعت عليك. هناك إحنا هنا نعتبر شتيمة هذه، لكن هم عندهم أنا زعلان منك، أنا غضبان منك. فهذه يعني ما تعتبر شتيمة عندهم، تعتبر أنه أنا زعلان عليك أو غضبان من عندك تم أذيني، فلازم تروحين تصالحيهم. مثلا عندنا بالأمور أخرى، مثلا باليابان والصين وكوريا وهذه الدول الآسيوية التحية تكون للأكبر دائما بالانحناء للأمام. فإحنا التحية عندنا بالمصافحة، حتى إحنا عندنا بمجتمعنا العراقي الكريم عندنا المصافحة مختلفة. مثلا لما تريدين تروحين شمال العراق مثلا او المناطق الشماليه، المصافحه تكون بالكف الكامل، كف مع كف، يعني يلزم الكف مع الكف. لكن مثلا عندنا بالمناطق الجنوبيه ووسط العراق وفرات الاوسط عندنا تكون المصافحه عاده اقل، تكون باطراف تقريبا باطراف الاصابع، تقريبا باطراف الاصابع ومع سحب اليد. يعني هناك تبقى الكف موجوده بالكف لكن هنا مع سحب اليد. فهذه أيضا في علامات أو إشارات لاختلاف البيئة أيضا تدخل بيها. مثلا عندنا لما يكون الاستقبال لشخص معين، ممكن أنه نستقبل شخص معين ونطيه ما نحن عليه أو ما يكون رد فعلنا معاه. مثلا تلاحظين جنابك أنه أكو عندنا مثلا الرؤساء الأمريكان من يستقبلون بعض الأشخاص، يستقبل صفحة مع طبطبة بسيطة على كتفه، هذا ما يستخدم الطبطبة باللقاء بداية اللقاء، وإنما يستخدمها في نهاية اللقاء. إشعار لنا شنو اللي أنت جاي راح تأخذ على قول تهنى، اللي جاي بي تطلع بي، يعني أنه أنا موافقين معك. إحنا معك واحد. كذلك اللي يكون مسكة اليد أثناء المصافحة أيضا لها تفسيرات كثيرة. مسكة أو السكوت أثناء التكلم، يعني اللي شفايف مثلا عندها 16 حركة. لما واحد يريد يتكلم مع واحد ويريد يقرأ شفايفه يشوفه أنه هو ضايج له مضايج ممتعض له غير ممتعض، ممكن أنه تظهر بالشفايف. إذا أطبق الشفايف بشكل قوي فمعناته ما يتكلم، لكن إذا أحنا الشفايف انحنت إحدى زوايا الشفتين على يسار أو اليمين معناه أنه ممتعض من الكلام. إذا أطبق نص الشفايف معناته ضايج. فهذه كلها تفسيرات يحتاجها كمختصين نقدر ندرسها، لكن كثقافة عامة ممكن الإنسان أنه يخليها في عملية التعامل اليومي، ممكن يستخدمها في التعامل خاصة اليومي، خاصة بين العلاقات العاطفية بين مثلا الرجل وزوجته. فهو شلون يعرف أنه هي اليوم ضايجة من موضوع معين؟ خلي نساعدهم شوية، يعني تورطينا بالزايد بعد ما يخالف. احنا اليوم تورطينا، انا قلت لك. حقيقة العلاقة الزوجية اللي تكون بين الرجل والمرأة المسافة البينية اللي بيناتهم صفر، لانه اكو عملية تلاصق، اكو عملية تاتش، ارتباط. فهذه احنا ننطلق من هذه النقطة ان هناك عملية ارتباط بين المرأة والرجل، سواء كان توه متزوج او سواء صار له 20 سنة متزوج. صحيح، كل رجل يعرف مداخل ومخارج زوجته، تعبيرات الانفعالية، وكل مرأة أيضا تعرف تعبيرات ومخارج مداخل رجلها. فبالنتيجة الزوج عندما يدخل للبيت ويقول السلام عليكم، مجرد أنه ينظر إلى وضع البيت نفسه، مجرد أنه ينظر إلى حال الزوجة يستشعر أنه هناك شيء معين، فد مشكلة معينة، يستشعر مثلا وجود قضية معينة. أكيد. فالألفاظ اللي ممكن تنطلق من الزوجة حتى إذا تكلمت الألفاظ تكون رسمية، نبرة الصوت تكون رسمية. يعني مثلا هو متعود يقول له أهلا حبيبي، قالت له الله يساعدك،
بدلت الكلمة. إذن هو استشعر أنه أكو مشكلة، أكو فد إنذار، دق جرس إنذار عنده، خاصة إذا كانت هي قاعدة ويا عيالها أو هاي السؤال، فتعرف أنه أكو مشكلة. حتى إذا إجا إلى أهله، إذا أمه مثلا وقالت له الله يساعدك يمه، كلمة الله يساعدك يمه تقال بأكثر من نبرة صوت. أكو نبرة حنية، أكو نبرة شدة، أكو نبرة عادية، أكو نبرة رسمية. فلذلك إحنا عندنا بعض الدراسات كلمة حسنا وكلمة بسيطة. إحنا المجتمع العراقي، يعني إذا نجيبها يعني المجتمع العراقي، كلمة بسيطة تقال لمن يقال واحد مثلا موضوع معين، تقولي لي اليوم عندنا لقاء، أقول إيش بسيطة، يعني أنا جاي أوكي ومن باب المرح. مرات تهديد. مرات تهديد. بسيطة بسيطة. التأكيد على كلمة بسيطة ونبرة الصوت تختلف. غيرت. فلذلك إحنا لما قلنا بداية اللقاء أنه 7% فقط من اللفظي، اللغة. من اللغة، يعرف أنه هذا الشخص أنه هو صادق أو غير صادق، هي أيضا يدخل فيها نبرة الصوت. نبرة الصوت جدا أساسية. جدا جدا أساسية بهذا الاتجاه. فلذلك العلاقات تكون بين الزوج والزوجة من خلال نبرة الصوت، من خلال ملامح الوجه، من خلال التعبيرات، حتى أيضاً من خلال الملابس. أنا متعود يومين أجي ألقاها لابسة شكل معين، مكياج معين. نعم أكو تجدد، ولكن تجدد للأحسن، لكن يوم إجيت لا، لقيت الأمور كأنه إحنا مخطوبين، يعني لا أعرف ولا تعرفني. فبالنتيجة لا، أكو مشكلة، أنا استشعرت أكو مشكلة. زين هسه أنت ذكرت فقط أنه هي اللي بادية، هو شلون هي تنتبه له؟ هو على مود ما سوى مشكلة. لا ما سوى مشكلة، إحنا ما سوى مشكلة، لكن بالنتيجة إذا عكسنا الحالة راح يكون نفس الترتيب. نفس الترتيب. مثل ما ذكرت سابقا انه الدراسات اكدت انه هي لغه الجسد ما تختلف من الذكور والانثى، احنا مشتركين بانسانيه الموضوع تفاعل. فبالنتيجه نفس الترتيب، بمعنى انه لما يجي ويقول السلام عليكم، السلام عليكم مالته اذا فتح الباب قال السلام عليكم، هو معتاد على هذا الامر. ولما يجي هلاو، كلمه هلاو اللحن مالتها يختلف عن كلمه هلاو، فهنا قطع، هنا أنا بيها مدة، يعني ما أعرف النغمة ما نغمة توصل. أي. فبالنتيجة كلمة هلو بعد السلام عليكم اليوم ما موجودة، أو جتي رسمية، أو السلام عليكم جتي رسمية، أو حتى النظرة، التواصل بالنظر يكون رسمي، يعني طب ما يباوع عليه. أوكي. فهو مجهول بشيء معين. هنا نتيجي دور الزوجة أنه بتفسير. بتفسير هذا الموقف، لكن الآن العلاج احنا هنا نفتقد، هنا مشكلتنا. العلاج لما انا عندي مشكله واجا زوجي هو جاي عنده مشكله، دقيقه اوقف، ما اجمع الاثنين على واحد. ما اكون انا وياها عليه، لا، خلي اول مره اسمع له، خلي اول مره اشوف ايش بيه، خلي اول مره نتناقش، بعدين يجوز انا عندي حل واني ما ادري. من ثم اشوف الامور وين صارت بيا اتجاه، هو ارتاح وقعد وتغدى ونام، اوكي خليه ساعتين ثلاثة يرتاح وكذا ويقعد، وبعد النوم مباشرة ما أحكي لها أيضا، عفوا أجيب له شاي أكل كذا ما أعرف إيش. لما أشوف أموره ارتاح نفسيا وبدأ يستوعب هو وين، يستوعب الأحداث، يلا ذاك الوقت أحاول أمهد له شوية شوية الموضوع، وأقول له أكفد موضوع بسيط، تفادي المشاكل هذه اللي نشوفها إحنا حاليا. الترتيب اللي يكون يعني الزوجة النصوحة اللي تكون بهالاتجاه هذا، لا احنا 90% من مشاكلنا تنحل. صحيح. هالشكل. هسه انا اللي عرفته وفهمته من حضرتك انه لغه الجسد حالها حال المعادله الكيميائيه ثابته. يعني انه انا في هيك شيء راح تطلع لي هذه النتيجه. بالضبط، هو زائد واحد يساوي. بالضبط، يعني حتكون حتى متشابهه عند مع اختلاف الاجناس. بالضبط. اكو فد مقوله انا احبها، إذا العيون تحدثت بلغاتها قالت مقالا لم يقله خطيبا. خلينا نعرف مدى صدق لغة العيون، وهل هي لها الجانب الأكبر من لغة الجسد؟ نطلع فاصل وياكم مستمعينا ونرجع أكيد. مستمعينا ويا ضيفنا لهذه الحلقة أستاذ عادل، خلي نسمع ونعرف أكثر على لغة الجسد وخصيصا هي لغة العيون، هل هي أصدق من باقي اللغات؟ إحنا إيش قد نريد نستخدمها يوميا، إيش قد إحنا نستخدمها لهذه اللغة؟ حقيقة أكو مثل عند الأخوان المصريين يقول عين بعينك. هو حقيقة ما يريد يبوع عليه، وإنما يريد يشوف انفعال اللي راح يكون من خلال عينه.
يعني فطري الموضوع. فطري الموضوع، لأن نظرية face to face أو الوجه في الوجه، الوجه يتكلم. عملية التواصل بالعيون هي عملية قائمة مكوناتها. تعابير الوجه تكون دائما واضحة بهذا الاتجاه، فما دام العين بالعين فيبقى التواصل موجود. موجود. في حال انحالت أو تحولت العين عن العين الثانية، هذا التواصل وقع. قل. مو قل، وقع. انقطع. فبالنتيجة العين بالتواصل جدا جدا مهمة. ففسيولوجية العين دائما تشعر من خلال التعبيرات الانفعالية اللي تصدرها العين. فسيولوجية العين تلعب دور كبير جدا بهذا الاتجاه، لأنه هي تنظر تعبيرات الآخر وهي تعرف كل الزين ما يخرج في داخله، من ثم التفسير اللي يكون في داخل الدماغ هو تفسير حقيقي لما يظهر في الطرف الثاني. الطرف الثاني أيضا نفس التعبيرات ونفس التحليل اللي راح يصير عنده على الطرف الأول، فتكون لغة العيون لغة يعني بدون صادقة. كلام صادقة 100%، لأنه ما نقدر نسيطر عليها. ما نقدر نسيطر عليها بالضبط. شنو نريد نعرف شيء يفيدنا بلغة العيون، يعني في التفسيرات إن إحنا نستخدمها يوميا؟ يعني دائما تكون التفسيرات العين أنه الصدق والكذب. خوف دائما يكون من حالة الصدق والكذب. إذا كان صادق الإنسان دائما يكون عينه في عين الآخر، تواصل بصري مستمر. ما راح يقطع، لأنه ما عنده شيء يخفي، ما يظهر عليه أي انفعال من الخوف، انفعالات الخوف، انفعالات القلق، انفعالات كل هذه الانفعالات السلوكية ما تظهر عليه، ما تظهر عليه أي علامة من علامات الارتباك. فبالنتيجة هو صادق. لكن في حال أنه يكون عندنا حالة من الخوف، عندنا حالة من الكذب، فهنا راح يكون الحاول الآخر يتفادى النظر إلى عين المقابل، لأنه هذه الحالة راح تظهر، راح تصير حالة من الارتباك. دائما يكون موضوع الكذب موضوع بنائي سريع. مشكلة الكذاب أنه لما يبني كذبة بعد 10 دقائق ينسى ربع الكذبة، بعد 20 دقيقة ينسى نص الكذبة، حلو، بعد 30 دقيقة ينسى ربع الثالث، وبالأخير تلقيه بنى شيء على شيء ثاني. هو مو كلام الأول، مو كلام الأول، حكى كلام جديد. ولما ترجعي إلى الكلام الأول راح يقول إيش، لا مو أنا قلت هيجي، يعني على الكلام الجديد، بس هو بالحقيقة شو بيه، هو أصلا نسى الكذبة الأولى. فلذلك كثير من علماء النفس أو المختصين في مجال التحقيق يقول الكذاب ما يستمر بالكذبة مالته، بدليل إذا قدرتي الكذاب تريدين ترجعي تمشي على خط الجريمة أو على سير خط الجريمة، ما رح يرجع، رح يبدي يخفق، فرح هنا يقع مرة وهنا يقع مرة وهنا يغير أقواله وهنا يغير أقواله. لكن الصادق يكون كأنه سكة قطار، ينطلق من نقطة ويصل إلى نقطة، عيدي 1000 مرة هو نفس السكة يمشي عليها، عيدي من أي نقطة يعجبك عيدي الموضوع مالته، راح يعيدش نفس التفاصيل. فلذلك العين هي نقطة الاتصال بين الاثنين. زين، احنا ليش ذكرنا العين فقط بالكذب؟ ليش ما نذكرها بالأمور العاطفية؟ هي همين أصدق بالتعبير؟ أكيد. لذلك احنا لما نقول العين، لما حكينا بالتغيرات الفسيولوجية اللي تصير داخل أو الفسيولوجية اللي تصير داخل الإنسان، أولها هو التعبير الحزن. إذا ذكرت أنا في شيء حزين أو ذكرت بفراق، علاقة بين اثنين وصار عندهم فراق، أول متأثرين منه العين، بكاء. بكاء مو، لكن نيجي نباوع في حال، يعني احنا نعتبر البكاء، العفو أستاذ، نعتبر البكاء إيماءات جسدية. أكيد. يعني لغة جسد تعتبر. أكيد. أكيد. بس أكو نوعين للبكاء، وهو أكو بكاء الفرح، بكاء الحزن. بكاء الفرح يختلف عن بكاء الحزن. احنا العراقيين الحمد لله والشكر نبكي فرح، حزن نبكي، ما نعرف ليش. انا اتذكر من كنت صغيره يقولوا لي الفرق بين الدموع الفرح ودموع الحزن، هاي حلوه وهاي مالحه، مو مالحه. زين هالشيء صحيح؟ لا ما يعني هو كلها مالحه، بس المشكله انه احنا بالنسبه ان كمجتمع عراقي فرحتنا الانفعال يصير عندنا كلش عالي. ليش نحب نبكي؟ مو احنا يعني يقولنا من الفرح، لانه هو ما مصدق انه هذا الشيء صار، مع العلم هو مثلا أخذ دكتورة أو نال وسام أو مثلا نجح أو توفق أو حصل إلى مرتبة، فبالنتيجة هو يبكي لأنه ما متوقع في يوم من الأيام يوصل إلى هذا الشيء. بالنتيجة ما متوقع أنه يفقد حبيب، ما متوقع أنه يفقد عزيز،
ما متوقع أنه يفقد شيء معين. أنه عدم توقع باعتبار أنه. فهذا الموضوع المفاجئ اللي يصير دائما عند الإنسان هو هذا يخلق جو من الانفعال. هذا الانفعال يظهر مباشرة على الوجه. فلذلك إحنا دائما نتعامل بالوجه. نافذة الحياة أو النافذة الوحيدة اللي ممكن أنه نستخلص منها كل مقومات الانفعال هي العين. حلو. فلذلك العين فشيء يتعبر مباشرة. فعلا هي زجاج. بالضبط. لكن أنا مثلا لما أنفعل إذا نصر حمراء. حضرتك لا. أنت لما تنفعلين وجناتك تصير حمراء. أنا لا. اثنين لما ننفعل يصير خشمنا أحمر. طيب ما بالشتاء احنا ايضا خشمنا احمر انفلونزا مو صح؟ طيب هذا من انفعال. فلذلك العين هي الجزء الوحيد بالوجه من مقاطع الوجه هي اللي تعبر ما في داخل الانسان مباشره. يعني على تاثير بالاجواء والبيئه يعني احنا البيئه والاجواء احنا دا نتكلم عن الان عن الداخل الانسان انفعالات الداخليه اللي هي الانفعالات الوجدانيه اللي هي راح تظهر على شكل سلوك. هذا السلوك يعني يمكن انه واحد وجه لي اهانه ما ضربه لكن عيني تدمع. يعني لما دمعت عيني بغض النظر أني ذكر أو أنثى يعني مثلا إذا مسؤول كبير وجه لي إهانة ما أقدر أرد عليه. تمام. المكان والزمان ما يسمح والموقع ما يسمح والمنصب ما يسمح لكن نفسي تعز عليه في عيني تدمع مو. لكن أنا مثلا عيني تدمع لكن احتمال إذا امرأة شبيها تبكي مباشرة حالة انفعالية. هنا نجهز ندخل السؤال اللي طرحتيه حضرتك. الحالة الانفعالية عند المرأة بهذه المواقف تكون أكثر عند الرجل. أكثر. نعم أحيانا تشوفيها تتماسك قدامك لكن لما تروح إلى مكان ثاني تنفجر بالبكاء. بالضبط. نفس الشيء إحنا ما تنشفنا طلبة ماجستير لما طلعوا والضغط اللي صار عليهم بالماجستير يمكن لا تذكرين وقفوا بينما مرقى ما يبتشون. صحيح. فترك الماجستير هم ما متوازي على أبكي وقفت إيش وقف أبكي ما متوازي. هذه الانفعالات هي منفذها الوحيد هو العين. عشت إيدك أستاذ. خلي نختم بسؤالنا الأخير باعتبار أنه إحنا هنا إذاعة مختصة بالقوات الأمنية. ريد فد شون هذا القائد أو الضابط وحتى المنتسب ده نشوف أكو فد انفعالات ده تظهر وصير مشاكل فيديوهات هواية انتشرت الفترة الأخيرة نصر فد مشاحنات شون هذا الشخص يقدر وهو موجود فد مكان يعني ضروري أنه هو يكون يقدر يثبت هذه الإيماءات يقدر يسيطر عليها. هو الحقيقة يعني السيطرة على الإيماءات تكون بشكل أو بآخر يعني بها صعوبة ونرجع إلى أيضا الفروق الفردية يحتاج إلى تدريب. لكن بكل حال نظامنا العسكري هو نظام الطاعة. فلذلك ما ممكن للجندي أو المنتسب أنه يخالف الأمر الأعلى. لكن بكل حال السكوت والضبط وعدم إبداء أي انفعال هو أسلم طريق للأمر المتلقى بغض النظر عن نوع الأمر سواء كان سلبي أو إيجابي. يعني الضابط لما يصدر أمر للمنتسب أو للجندي الجندي عليه أن يطيع ما يسأل ولا يناقش ولا عنده أي نوع من نوع رد الفعل. لكن إذا كان الأمر أنه يحس بغبن أو يحس بمثلا ضيم أو إهانة معينة ضبط الانفعال هو رقم واحد راح يصير عنده. اثنين اكو مسألة اخرى انه احنا عندنا قانون يحمي الجندي وعندنا قانون يحمي الضابط. فبالنتيجة السلوك الامور القانونية والاتجاه القانوني هو اسلم من الاتجاه الثاني اللي هو انه انا ترى ظلمت وكذا والسلوك يطلع على الفيس ويطلع كذا انا ظلمت وانا كذا. نعم مرة يجوز هنا باكل اكو على من عنده اروح لاعلى من عنده لكن ما انصفني اروح لاعلى من عنده واروح لاعلى من عنده اخر واروح لاعلى من عنده ومو بالضرورة اطلع على الفيس واقول يا ترى انا ظلمت يا وزير كذا يا وزير كذا انا ظلمت. لا اكو عندنا مجرى قانوني مجرى قانوني عندنا كثيرة وقنوات قانونية عندنا كثيرة فاقدر اسلكها. إذن أهم شيء عندنا هو ضبط الانفعال بالنسبة للجنود. أما بالنسبة لباقي قواتنا الأمنية فلغة الجسد حقيقة يحتاج أكثر ما يحتاج السادة المحققين اللي هم بجهاز الاستخبارات وجهاز المخابرات العسكرية ومكافحة الإرهاب وباقي صنوف القوات المسلحة. يحتاجون عندما يكون هناك متهم خطير يحتاجون التعامل معه بهذه الأساليب. يحتاجون التعامل معه بأساليب لغة الجسد
فهم حركاته، فهم التعبيرات الانفعالية اللي تصدر عنه، فيحتاجون إلى تدريب على هذه التعبيرات، يحتاجون دخول في دورات بهذا الاتجاه في سبيل يطورون قابلياتهم قدراتهم هذا الاتجاه. يعني نعم أعرف أنه هو شايل الجانب القانوني، شايل الجانب العسكري، لكن بجناح واحد الطير ما يطير. أكيد. يحتاج الجانب النفسي، يحتاج بالضبط. الجانب التعبيرات الانفعاليه، وكل هذه الجوانب راح تخدمه بهذا الاتجاه. اكثر المجالات انه احنا محتاجين، او كل المجالات محتاجه الجانب المجالات. النفسي، التوعيه النفسيه جدا مهمه، خاصه انه احنا نعاني من ضغوط متتاليه، يعني بالضبط. يوميه طالعت لنا فد مشكله معينه، بالضبط. وباء معين، حروب مرينا، حتى التعامل كاملة. يعني الاخوه الضباط ممكن انه يدخلون في هذه الاتجاهات او في هذه الدورات حتى يقدر شلون يتعامل ويا الجندي، يكون هو يكون صعب. قائد عليه، يكون قائد بالضبط. عليه هذا أيضا. أنا جدا أشكرك، طبعا الحلقة كانت مليئة بالمعلومات اللي تفيدنا بحياتنا الاجتماعية والعاطفية، وأيضا بحياتنا العملية. جدا أشكر وجودك أستاذ عادل، ونورتنا أكيد. مستمعينا الكرام، خلصت حلقتنا وياكم اليوم، وننتظركم بالحلقة القادمة بالأسبوع المقبل. دمتم بخير.